هذه الأمسية أحيتها الفنانة روضة عبدالله ومجموعتها، وكي لاحظت أنه كان اختيار صعب واختيار مميز هذه السنة، أتحنا الفرصة للشباب. هذه الفرقة، هذه الفنانة لها إبداعات، لها حضور في تونس، لها تجديد. أردنا أن تكون سهرة وأمسية تونسية ذات نكهة خاصة، عندها ريبرتوار متميز بنظرة جديدة، بمقاربة شبابية. حبينا تكون نافذة يتمتع بها الجمهور المصري الذي كان هذه الأمسية كثيف جداً.